مرحبا بكم، أنا صديقتكم هايدي. أريد أن أعلمكم بعض الكلمات، وأنا أتحدث إليكم عن قصتي. أنا أبلغ من العمر 5 سنوات، وأعيش في الريف مع جدي. جدي هأنذا أركض وألعب في الريف. إن هواء الريف طلق جدا، والفراشات من حولي. أنا سعيدة هنا، حيث إن جدي يتركني ألعب متى أردت، بينما عندما أرى الأطفال في المدينة لا أراهم يلعبون كثيرا مثلي. هؤلاء هم أصدقائي رافي ولوما، جاءوا ليزوروني. انظروا إلى ملابسهم، إن لوما كانت في المدرسة لذلك هي ترتدي زي الأزرق، ورافي يلبس القبعة الصفراء لأنه قادم إلى الريف. لقد أخذنا جدي إلى الحقل، وهذه معزتي الصغيرة، أحبها كثيرا. إن لهذه المعزة صوتا مميز، وعندما أتحدث وألعب فهي تلاعبني. كانت لوما سعيدة جدا لأنها رأت معزتي، وكذلك كان رافي. انظروا إلى العصافير هنا، العصافير هنا لا تخاف منا كما تخاف العصافير منكم. هذا العصفور جاء إلى يدي لكي يأكل بعضا من البذور التي كنت أحملها، وقد قمت بإطعامه، ومن ثم أردت منه البقاء لكي أتحدث إليه. عصفور، قمنا بإحضار الحيوانات الأخرى، كلب الصغير والذي يقوم بحراسة الماعز، وجاءت العصافير مع المعزة وأمها، وهذا هو صديقي رافي يقلد الفزاعة. كنا سعيدين بهذه السفرة إلى الحقل، وقد أطعمنا الحيوانات كلها طعام. كان الجو مشمس قليلا، أخبرني جدي أن أحضر قبعتي معي. هل أنتم تحضرون قبعاتكم عندما تذهبون إلى الخارج؟ أحضرت قبعتي معي، وكانت الشمس ما زالت قوية، فأنا أضع قبعتي وأخاف أن يجعلها الهواء تطير. قبعة، قال لي جدي أنني سأحضر لك الفستان الأزرق لكي تذهبي إلى المدرسة. وهذا عندما بلغت السنة 6 من عمري، فأحضر لي الفستان الأزرق، وأخذت سلتي التي فيها أشيائي كي أسافر إلى المدينة كي أحضر المدرسة والدرس. بعد عودتي من المدرسة كنت قد اشتقت إلى رافل والمعزة، واشتقت إلى جميع الماعز الموجود. انظروا إلى العصفور فوق رأسي وكأنه يرحب بعودتي. كم أنا مستمتعة بجو الريف، لا أظن أنني أحب المدينة كما أحب الريف. أنا أريد أن أبقى مع جدي وأعيش. هل قمتم باللعب بدوني يا رافي؟ فأنا لقد اشتقت للعب معك ومع لوما ومع المعزة. لا، لم نلعب كثيرا، لقد كنا فقط نقوم ببعض الأعمال المنزلية مع جدنا ونحضر الطعام، ولكن كان الجميع بانتظارك. كم أنت لطيفة أيتها المعزة، إنك تحدثينني وتلعبين معي وتتسابقين معي كثيرا من الأحيان. أنا سعيدة جدا بعودتي إليك. عندما كان أول يوم في المدرسة
كنت قد اشتقت إليك وأتمنى أن أخذك معي في المرة القادمة. آه كم اشتاق إلى أمي وأبي، وعندما أنظر إلى هذه الزهرة أتذكرهما كثيرا. إن قصتي بالرغم من إنها جميلة وأنني أعيش بسعادة مع جدي، لكنني في أحيان كثيرة أحلم بأن ألتقي بأمي وأبي. إن لوما سعيدة بوجودها معي، وهي تعلمني كيف سوف أذهب إلى المدرسة مرة أخرى، وقد كانت تدرسني وتفهمني بداية القراءة والكتابة. فعلينا أن نحاول ونحاول كي نتعلم. لقد كنت مخطئة حينما ظننت أننا نتعلم بسرعة كبيرة. قام جدي بتقديم الخبز والحليب لنا جميعا، وقد نفذ منا الخبز، وعلينا أن نذهب قريبا إلى السوق، لأن الطعام عندما ينفذ هنا ليس لدينا مكان لنخبئ الطعام، فليس لدينا خزين كما عندكم في المدينة، لذا يجب أن نذهب للسوق. إلى اللقاء، أعدكم بأنني سأعود إليكم في المستقبل القريب، فأنا أود الذهاب مع جدي لإحضار بعض الأغراض المنزلية، كذلك نحن نحتاج إلى الطحين لكي نعمل بعضا من الخبز والكعك والمعجنات. شكرا لاستماعكم إلي. هذه هي قصتي، اسمي هايدي، وصورتي الحقيقية تمثلها أي فتاة في عمري تعيش في الريف. نعم، أنا أشبه هذه الفتاة الحقيقية. قد تكون هذه أنا، وقد تكون واحدة أخرى تعيش في الريف. فأنا هايدي الطفلة الصغيرة